الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم طلبتنا الأعزاء. إذا نتحدث في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن موضوع يعني متعلق بمهنة الصحافة والإعلام، وهو موضوع قانونية هذه المهنة وحلول المتاحة يعني استخدام هذا العلم المعرفي أو الاجتماعي والإنساني العالي بضوابطه الصحيحة، لأنه أي شيء في الحياة يستند إلى قواعده القانونية الصحيحة يكون في حالة من الإبداع. البناء السليم يعني ينتج حقا بناء، الأساس السليم ينتج بناء سليما، وليس هناك من قواعد حقيقية أو قواعد مهمة للانطلاق أفضل من القواعد، أم أن تعرف ما لك من حقوق وما عليك من التزامات. الإعلام تحت هذا العنوان نتحدث الإعلام بين الحرية والمسؤولية. الحقيقة هذا العنوان هو لكتاب أصدره الدكتور ياسر عبد التواب رئيس هذه المؤسسة، وجدنا أنهم يعني من الضرورة أن نعرج يعني في بعض فقرات هذا الكتاب بمادتنا التي نقدمها حول موضوع الإعلام والقانون. لذلك نأتي من العنوان العريض لهذه المحاضرة، الإعلام بين الحرية والمسؤولية. الإعلام كما عرفنا هو يعني ذلك العلم، أحد فروع العلوم الإنسانية المهمة، معني بالمعلومة، نقل المعلومة وتداول المعلومة ونقل الخبر والحدث. وبما أنه أنت تنقل المعلومة والخبر والحدث إلى الناس، إذن أنت أصبحت طرفا بمشتركا أو مشاركا حقيقة بتوعية الناس وإعلامهم، والإعلام يجب أن يكون على درجة من الصدقية، لأنه ما يخالف ذلك كذب، إذن إما صدقا أو كذبا يعني. فأنت معني أمام القانون بأن تعطي المعلومة الصادقة من مصادرها. هنا أصبحنا إذن أمام محدد قانوني معلوم في الإعلام أنه المعلومة من مصادرها، وهذا هو يعتبر أحد أهم أدوات الالتزام. ولذلك عندما نفرق ما بين الإعلام المعتبر مهنيا وما بين أي متحدث آخر في أي شأن من الشؤون، هذا أمر يعني لكنه عندما نظهر المعلومة أو نطلق المعلومة أو الحدث أو الحالة إلى الرأي العام عن طريق المؤسسة المعتبرة مهنيا بحكم القانون، يجب أن تكون على درجة من الصدقية أو المصداقية، أو أن نبذل الجهد الكافي والكامل لغايتنا، وهي أن نقدم المعلومة الصادقة. أصبح لدينا إذن هناك التزام. موضوع الحرية، نأتي إلى موضوع الإعلام بين الحرية والمسؤولية. الحرية هي من الشعارات المهمة التي تليق الحقيقة بخلق الله سبحانه وتعالى. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هي المقولة التي تنسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب. نقول فيها متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم، ولد الإنسان حرا، لكنه يعني الحرية لا تكون على درجة من الجمالية إذا لم تأخذ قواعدها كذلك. يعني أنت حر ما دمت لا تؤذي الآخرين، أنت حر ما دمت لا تأتي على حقوق الآخرين وتتجاوز حقوق الآخرين. إذن أنت حر في الفضاء الذي هو لك بحكم ماذا؟ بحكم مجموعة التعاملات أو الاتفاقات التي تفرزها الحالة المجتمعية في مجتمع معين. يعني عادة يعني نذهب بتحليل مفهوم الحريات ضمن المجتمع المعين، ما تتيحه القوانين أو ما نلتزم به من قوانين معينة أو ما نلتزم به من أعراف تصل هذه الأعراف إلى درجة القانون. الأعراف المعتبرة، ما هي الأعراف المعتبرة؟ هي الأعراف الحسنة التي تتواتر الناس أو يتواتر الأفراد على استخدامها عبر فترة
طويلة من الزمن. هنا أصبحنا إذن أمام إيش يعني؟ أمام مفهوم الحريات المتاحة التي لا تأتي على حقوق الآخرين. والإعلام هو يعني صورة من صور حقا أو مفهوم الحرية. يعني من الضرورة على الإنسان أن تكون لديه يعني المساحة المتاحة لأن يتحدث يعني بالذي يعني ما يجول في خاطره، يتحدث يعني أو ينقل الأخبار، ينقل الآراء، يتفاعل مع الآراء، لأنه الرأي الحقيقة يعني عادة يعني التقاء الآراء أو حتى تصادم الآراء أحيانا يعني يخرجك بنتائج جيدة، يعني ضدان أن اجتمع حسنا والضد يظهر حسنه ضد. عادة يعني حتى إذا يعني تقابلت الأضداد يعني من الممكن أن تنتج درجة عالية من الرأي، لأنه الإعلام يدور مع الرأي وجودا وعدما. يعني إذا لم يكن هناك رأي أو إذا لم تكن هناك مجموعة من الآراء المتداخلة فيما بينها، لا نكون أمام توجيه للرأي العام، لأنه الإعلام رسالة الإعلام هي رسالة ممتزجة ما بين المادة التي نقولها إلى الناس وما بين تأثير هذه المادة كموجه أو إدارة للرأي العام. لأنه إدارة الرأي العام، يعني لماذا نقول نحن بإدارة الرأي العام أو الاعتناء بتوجيه الرأي العام؟ وذلك لكي ننتج يعني من خلال تداول هذه يعني من تداول الرأي العام حول قضية معينة، يعني نستطيع أن نصل إلى ما يتفق عليه الأكثرية. ولهذا نجد أن الرأي العام على درجات، من الرأي العام الغالب، الرأي العام البسيط، الرأي العام أحيانا الرأي العام الصامت. هنا الرأي العام الصامت إذا ما خالفنا موضوع أو كبتنا موضوع الحريات سنكون أمام إعلام رأي عام خامل أو رأي عام صامت أو رأي عام يعني منعزل. يعني هذه الخطورة إذا قمنا بكتم هذه الحريات على عكس ما هو متاح لها، ستكون لدينا طبقة مغيبة بحسب الرأي تنتظر الفرصة لكي تنتفض. ولهذا ترى أنت الآن في المجتمع، أكثر المجتمعات التي تمارس الضغط على 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 الرأي مخالفة لقانون الإعلام، نتوقع منها أن تصل إلى مرحلة الانتفاضة أو المظاهرة أو الثورة، ما هو موجود الآن. كل هذه يعني ما نشاهده اليوم يعني من ثورات ومن انتفاضات هي النتائج التي كانت متوقعة من حالة كبت الحريات الإعلامية وإعطاء الرأي. ومع ذلك قلنا ماذا في البداية؟ أنه الحريات يجب أن تكون يعني ضمن ضوابط القانونية، بحيث أنك لا تتجاوز على حريات الآخرين أو على خصوصياتهم. وموضوع الخصوصية هذا موضوع مهم جدا في القانون. ما عدا الشخصية العمومية التي فرضت نفسها أنها تتعامل كشخصية عامة، فلها ما لها وعليها ما عليها من السهام الموجهة إليها أو تصويرها في أماكن معين أو يعني التحدث عنها بموضوع معين. أما الخصوصيات الأخرى للناس الآخرين الاعتياديين فهي محكومة كذلك بأطر وقوانين تحمي حدود هذه الخصوصيات. إذن الإعلام ليس عملية حرية مطلقة، لكنها الحرية في تناول الموضوعات التي تخص الناس إيجابا وعدم الذهاب إلى يعني إلى إشاعة حالة الفرقة أو الدخول بخصوصيات الناس. إذن هناك حرية وهناك ماذا؟ هناك مسؤولية. المسؤولية تأتي من كون الإعلام الحقيقة يعني له واجبات ملقاة على عاتقه، وهو الالتزام بماذا؟ بنقل المعلومات وتداول المعلومات وطرح المعلومات إلى الناس بشكل سليم، طرحها بشكل مهني، وإتاحة الفرصة لمناقشتها وتحليلها ضمن حدود المسؤولية التي يحددها كذلك تحددها القوانين الضابطة لهذا الموضوع. ولهذا عندما نقول يعني عندما يقولون يعني الإعلام كسلطة، تناول دكتور ياسر توابي الموضوع يعني الأساسيات التي تقوم عليها فكرة الإعلام بين الحرية والمسؤولية، وابتدأها يعني بالفصل الأول
وتحدث فيها عن الإعلام كسلطة. نعم، يعني عندما تأتي يعني بالمحصلة النهائية لفكرة الإعلام سلطة من خلال التأثير المباشر أو غير المباشر لوسائل الإعلام الحقة باتخاذ القرارات، هنا تأتي فتتوقع أو تتخيلها سلطة مضافة إلى السلطات الأخرى اللي هي السلطات عندنا التنفيذية التي تقوم بها الوزراء والحكومة، والسلطة القضائية، والسلطة البرلمانية التي تشرع السلطات الثلاثة التي تشرع القوانين، وهناك يقال الإعلام السلطة الرابعة. هو لم يستلم سلطة يعني ينفذ أحكامه بموجب القانون أو المواد القانونية التي تتيح له تنفيذ أحكام سلطوية، لا، وإنما تأثير الإعلام على متخذ القرار، لأنه عندما تكون هناك مراقبة إعلامية الحقيقية لكل المفاصل المجتمعية التي تقوم داخل المجتمع، يعني متابعة الضرائب، متابعة اتخاذ القرار، متابعة السلطة التنفيذية نفسها، أو متابعة السلطة القضائية، أو متابعة السلطة البرلمانية، هنا دخل الإعلام بجميع مفاصل الدولة، ينقل الأخبار، ينقل صدقية يعني ما يحدث يعني في المؤسسات، محاربة الفساد، محاربة الظواهر السلبية، إبراز الظواهر الإيجابية. إذن أصبح الإعلام يعني هو معادل افتراضي موجود مع كل مفاصل الدولة، فأصبح هنا استحق أن يقال له السلطة الرابعة، لأنه سيدفع بمتخذ القرار لأن يعني يعطي حسابات كثيرة لإنكشاف سير الأعمال في أي مؤسسة من المؤسسات، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. هنا أصبح أخذ دوره الإعلام كسلطة حقيقية. ومتى يأخذ الإعلام سلطته الحقيقية؟ ومتى يكون سلطة؟ أو لو افترضنا أنه سلطة، يعني هل يعني ستكون هذه السلطة بمنأى ما تقع فيها السلطات القضائية يعني أيضا؟ هل معنى أنه عندما نتحدث عن الإعلام هو سيكون منزه عن هذه الأمور كلها؟ هنا يأتي إلى مفهوم آخر، أنه ما لك وما عليك. فمن الطبيعي إذا وقعت يعني السلطات الأخرى في منظومات فساد، ربما المؤسسة الإعلامية كذلك، يعني إذا تم يعني حالة تجيير أو حالة مثلا تحويل هذه المؤسسات وشراء هذه المؤسسات من قبل طبقات فاسدة والتأثير عليها من ناحية الفساد، فتصبح المنظومة الإعلامية كذلك مشوبة بعنصر الفساد. لا، نحن نتحدث هنا عن أن نحاول أن نجعل الإعلام هي سلطة ضد الفساد، لأنه إذا أفسدت هذه السلطة الرابعة أو اللي هو الإعلام وهو الرأي، هنا سنكون أمام حقيقة مشكلة حقيقية كبيرة ربما يعني تطيح يعني ببقية السلطات. لذلك الإعلام عندما يكون في مداره الحقيقي يصبح توجيها، الإعلام عندما يكون في مداره الحقيقي يصبح تأثيرا، نقول نوجه الرأي العام، نؤثر في الرأي العام، لكنه إذا قلبت مفاهيم الإعلام وتم سحب الإعلام إلى ساحة التضليل بموجب المؤثرات الموجودة، مؤثرات الفساد المالي أو الفساد السلطوي، سننتقل من مرحلة التوجيه الإعلامي لتوجيه الرأي العام إلى موضوع تضليل الرأي العام، وعندما نوجه الرأي العام إلى دائرة التضليل نوقعه في دائرة الجريمة. أصبح هنا التعامل قانونيا مع جريمة وليس مع علم متاح، يعني نقلته إلى محيط الجريمة، والجريمة عادة يعني جريمة تضليل الرأي العام قد توقع شعوب بالهلاك، ما حدث في دول كثيرة على سبيل المثال القضية الفلسطينية، تم تضليل هذه القضية بشكل كبير جدا يعني منذ بدايات يعني احتلال فلسطين من قبل والانتداب اللي وقع ووعد بالفور، وبعدها العصابات الصهيونية، وبعدها كذا، والمعاهدات التي تم توقيعها تحت عنصر الإكراه، والحروب التي قامت، وكذلك موضوع العراق عندما جاءوا فاحتلوا العراق بموجب دوائر التضليل التي ضللت بها
السي اي اي او المتخذ القرار الامريكي، والمتخذ القرار الامريكي بالاساس كان مضللا عندما ذهب الى المنظمه الدوليه، فتم تضليل المنظمه الدوليه باعترافاتهم طبعا، باحتلوا العراق تحت هذا البند. هنا اصبح الاعلام لعب عنصر الجريمه. اذا هنا نتحدث احنا عن مفهوم الاعلام ما بين الحريه وما بين المسؤوليه. الاعلام من العلوم الجميله، لكنه اذا وظف لا سمح الله الى اتجاهات اخرى يصبح من العلوم الخطيره جدا. هذا هو يعني فكره انه يعني أن نفهم ما هو دور الإعلام. يعني ليس دور الإعلام فقط أنه نقل خبر أو تحدث عن معلومة معينة، لا، أنت هذا جزء من جزئيات الإعلام. يجب أن يكون الإعلام أعلى من هذا الموضوع أو أكثر فكرة، أنه حماية يعني حماية نقل المعلومة بشكلها الصحيح، كيف يتم بالوعي. ولهذا يعني يأتي هنا الإعلام يعني فكرة ووعي وقدرة على النقل بشكل جيد. أصبح إذن هنا الإعلامي أمام موضوع مهم، وهو الالتزامات الملقاة عليه أثناء عمله في الفترة، في أي فترة معينة. إذن الإعلام يكون ما بين أمرين، معادل زمني ومعادل مكاني. عندما تكون إعلاميا يجب أن تكون في المكان الذي يسمح أو تسمح لك قوانين هذا المكان بالعمل الإعلامي بشكل واضح، لأنك ستتناول ملفات معينة ومهمة جدا. هذا ليس تقييدا لحرية الإعلام بقدر ما هو وضع الإعلام في مساراته الصحيحة. ليس معناه أنه أنت ستحجب منك امتيازات إعلامية عالية، وهي أنه أنت من حقك كإعلامي أن تحفظ سرية المعلومة التي تحصل عليها، ولا أحد يجبرك على هذا الأمر إلا إذا كانت مو يعني مخلة بجرائم معينة تخص المجتمع. لكن عموما أنه سرية المعلومة، أنت تمتلك سرية مصادرك، يعني من حقك أن لا تعطيني يعني سرية المصدر الذي تحصل منه على المعلومة، ما دمت تعمل في المكان بشكل ويعني يحمي لك ضوابط وجودك. وهذا من أهم وأساسيات حقوق الإعلام. من حقوق الإعلام الحقيقة لكي يكون قادر على دور أدائه كسلطة أن يكون وجودك القانوني، ليست فقط وجود المؤسسة، وإنما وجود الإعلامي مع المؤسسة نفسها يجب أن يكون على درجة من القانونية. يعني الإعلامي يجب أن عندما يعمل في الإعلام أن يكون تحت عامل ضمن مؤسسة تمتاز بالمهنية وبأوراقها الرسمية. يجب عليك كإعلامي أن توقع عقودك أو أن تثبت وجودك داخل المؤسسة بشكل قانوني. هذا هو من حقوقك طبعا، من حقوق الإعلامي. لماذا أنت لديك حقوق كإعلامي؟ لأنه أي حقوق مقابلها التزامات، فتكون لك بموجب ذلك أو عليك بموجب هذه الحقوق التي امتلكتها يعني بمكان معين أن توجب عليك العديد من الالتزامات. الالتزامات يعني الواقع على عاتق الإعلامي هو أن يعني يحافظ على نقل المعلومات بشكل جيد، أن يبذل الجهد لتحقيق الغاية الإعلامية بإيصال المعلومة يعني إلى مستقبلها. هذا من الضرورات أن يفهمها الإعلامي، بأن عليه حقوق، بأن له حقوق وعليه الكثير من الالتزامات. كذلك عندما يعني تمارس العمل الخارجي كإعلامي، أنت الآن موجود في دولة معينة، يعني إعلامي تلعب دور الإعلامي في دولة معينة، يجب أن تكون ضمن السياقات المحددة المخصصة قانونيا التي تحمي وجودك في هذه الدولة ضمن ضوابط معينة. أن تتناول الملفات المتاحة التي لا تؤثر على أمن هذه الدولة أو على مستقبل هذه الدولة. أن تحافظ على العلاقات الطبيعية التي تريد هذه الدولة المحافظة عليها بملفاتها مع الدول الأخرى. عليك واجب أن تنقل الأمور يعني بصدقية معينة. إذا أنت عليك حقوق والتزامات كإعلامي ضمن مؤسساتك الموجودة في بلدك، وكذلك عليك أن تخضع إلى القوانين المرعية أو المحددة لنشاطك الإعلامي في الدول الأخرى. وهذا يعني يأتي عادة يعني بمكاتب المراسلية الموجودة
في الدول الأخرى. هذا الحقيقة يعني من الضرورة أن نقف أمامه يعني دائما نحن كإعلاميين، حتى بمصادرنا يعني بمصادر المعلومات التي نستقي منها أو المصادر التي نستقي منها معلوماتنا يجب أن تكون يعني متاحة بشكل واضح، أو أنه أن تكون على درجة يعني من المصداقية أن تكون واضحة لكي لا نقوم بخلط الأوراق أو خلط المعلومات لدى مستقبلها بالأطراف الأخرى. كثيرة الحقيقة هي يعني موضوع الالتزامات التي يتحملها وتتحملها المؤسسات الإعلامية بوجودها في الأماكن، وكثيرة هي الالتزامات التي يتحملها الصحفي نفسه مقابل حقوق متوازنة يجب أن تكون يعني واضحة بالنسبة للإعلامي يعني عندما يقوم بها. لذلك يعني مفهوم الإعلام ما بين الحرية وما بين المسؤولية قد تجده يعني قد نجده يعني عنوانا يعني، لكنه عندما نأتي إلى تفسير كل مفردة من هذه المفردات نجد أنفسنا حقيقة يعني أمام حقوق كثيرة وأمام التزامات كثيرة تتطلبها يعني حالة وجودنا في الأماكن التي نؤدي فيها أعمالنا. لذلك يعني الحرية المطلقة في الإعلام هذا أمر من يعني أول هو غير وارد على واقع الحياة وغير مطبق، لأنه الحرية المطلقة هي قد تخالف الإنسانية، لأنه المطلق بحرياته قد يذهب إلى يعني غرائز معينة وكذا هي لا تليق بالإنسانية. هناك الحريات الواعية المحددة بحدود معينة. مفهوم الحريات هو إبراز، وليس مفهوم الحريات أنك تطلق ما تريد، لكنه من مفهوم الحريات بالإعلام أنك تسلط الأضواء على الملفات التي تتيح للناس ممارسة حرياتهم بشكل مقبول، من 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 أساسيات أو ملفات الحرية التي نتخيلها موجودة أو التي يجب أن تكون موجودة في مجال الإعلام هو مسألة التعاملات بملفات حقوق الإنسان، لأن هناك يعني ما تمارسه البعض يعني من السلطات الممارسات التعسفية التي تأتي على حقوق البشر أو على حقوق الإنسان. هنا يبرز دور الإعلامي في ماذا؟ الدور الإعلامي في ملاحقة وبحث هذه الملفات. ولذلك يعني يعني المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، هنا المنظمة الدولية عامة عفوا، وفي داخلها المنظمة المتخصصة بمجال حقوق الإنسان تنشئ دورات عميقة جدا ودورات كبيرة للتأهيل وتدريب الإعلاميين والصحفيين والمتصدين لحقوق الإنسان للتعامل في شؤون حقوق الإنسان. كل يعني كل الكوارث الآن الموجودة يعني من عمليات الخرق للحريات أو ممارسات سلطات الاستبداد بموضوع الحريات المتعلقة بالصحافة والمتعلقة بحرية الرأي، كل هذه تأتي يعني أو هي منتجة حقيقة لمجموع ما نشاهده اليوم من حالات التمرد. لذلك مراعاة حقوق الإنسان أمر مهم جدا يتطلبه مفهوم الإعلام والحرية. هذا المفهوم كما أشرت لكم يعني هو ليس على إطلاقه، بل هو محدد أكيد يعني بالضوابط القانونية، لأن أي أمر حقيقة أي أمر من أمور الحياة إذا ترك على إطلاقه سيكون هناك نوع من الخروج عن يعني العقد يعني عقد الحياة، وليس العقد الموقع وإنما عقد الحياة. هناك عقد عادة ما بين المجتمعات وما بين السلطات، أنه يعني السلطات تقوم بواجباتها وأدوارها التي منحتها لها الشعوب، وبالمقابل على الشعوب أن تكون لها حريات متوازنة
سواء حرية بالكلمة، حرية بالتعبير، حرية الرأي، حرية بالاسم، لكنه يعني هناك ضوابط قانونية تحكمها تسلسل السلطات عادة بالقانون. هنا السلطة الأعلى في أي دولة من الدول هو القانون الدستوري الذي يثبت شكل السلطات، يعني السلطة القضائية، السلطة يعني السلطة الحكم، نوع الحكم هذه، ويعطي الشرعية لبعض المبادئ الأساسية مثل مبادئ حقوق الإنسان، مبادئ التصرف، مبادئ الملكية، مبادئ هذه حقوق عامة، قوانين عامة تعتبر القوانين الدستورية. تأتي القوانين التشريعية ما بعدها اللي هي تستل من هذه تستل من القوانين الدستورية شرعيتها، فتبدأ هذه القوانين يعني توضع هذه القوانين، كل وزارة بوزاراتها، كل شأن بشؤون توضع قوانين الدولة عامة، والتي تستند عليها الدولة في الأحكام التنفيذية التي تقوم بها السلطات القضائية ضمن المنظومة القانونية المعروفة التي تأتي قواعدها ما بعد القوانين الدستورية. وبعدها تأتي موضوع اللوائح. قوانين الإعلام هي من القوانين أساسا يعني الموجودة التي يعني تضعها السلطة التشريعية، تشرع قوانين الإعلام، والتي هي أيضا يعني تستل من القوانين العليا للدستورية، وهي صيانة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان في الحديث والمشاركة والكتابة والرأي. هذه قوانين عامة تشترك بها يعني عامة الدول. لذلك يأتي مفهوم يعني علاقة الصحفي بالمنظومة القانونية أو بالفكرة القانونية أمر مهم جدا، لأن الصحفي يعني عمل الصحافة يدور مع مفهوم القوانين، لأنه إشكالياتنا الآن إشكالياتنا في البلدان في كل البلدان يعني إشكالية دستورية، إشكالية تشريعية، إشكالية كذا، فمن الضروري أن يكون رجل الإعلام قادر على يعني معرفة علوية القوانين، قادر على معرفة قوانين البلدان، الأطر العامة للقانون. من الضرورة أن يكون قادر على فهم معنى اللوائح القانونية، من الضرورة أن يعرف معنى الالتزامات الواقعة عليه على عمله كصحفي، لأنه استخدام المصطلح القانوني أحيانا تمر الدول بمنعطفات معينة يحتاج فيها الحقيقة، تتم الحاجة فيها، الحاجة الماسة لأن تكون أنت عارف بالمصطلح القانوني، لأنه يعني في المراحل، في المتحولات الموجودة ما بين يعني يعني أنظمة الحكم، انتقال من نظام حكم إلى نظام حكم آخر، يجب على الإعلام أن يكون قادر على إدارة مفهوم المصطلح، لأن كثير من السياسيين يقومون على تعويم المصطلح القانوني أو تجاوز المصطلح القانوني. هنا يعني من الضرورة علينا أن نقف أمام معلومات في علم القانون، لأنه القانون يحكم العملية الإعلامية. أنا أعتقد بأننا وصلنا مثلا يعني إلى محاضرة يعني نعتقد يعني بأنها كانت مهمة بمجال الإعلام بين الحرية والمسؤولية. نلتقيكم إن شاء الله في محاضرات أخرى ما بين الإعداد والتقديم وما بين قانونية عمل الإعلامي. إلى هنا أستودعكم الله، إلى اللقاء، شكرا جزيلا.